سي محمود السلام عليكم. مرحبا بسي مختار الغزيوي في مدينتك الإسماعيلية. في مدينتك سي مختار. ولا مدينتكم انا شحال هذه خرج من لا لا انت دائما الارتباط ديالك العلاقه النوستالجيه وداكشي اللي عاقل عليه ارتباطك بمدينه مكناس هو ارتباط يعني وجداني اكثر منه تاريخي. دابا هذه اللي كنقولوا شي واحد مسكين تيكبر كنبدا نقولوا له شي البلاصه ديالك الاولى راه باقا عاقل عليك كتجي ما كيسلم عليك حتى واحد. لا بالعكس ما بقى عرفنا حتى شي واحد بالعكس. حنا في السريج السواني طبعا العلامه ديال العلامه التاريخيه. اولا بغيت نسولك واحد السؤال يبان لك شويه عام، اش اخبار مكناس؟ سؤال خطير هذا. اش اخبار ايوا مكناس؟ مكناس اش نقول لك؟ مكناس مسكينه الحقيقه، مكناس المسكينه الجميله الرائعه التاريخيه واللي مازال ما لقاتش راسها كتقلب على راسها، مدينه ما لا زالت تبحث عن يعني نفسها، شنو هي هذه المدينه؟ شنو هي؟ واش مدينه تاريخيه؟ واش مدينه ثقافيه؟ واش مدينه صناعيه؟ واش مدينه فلاحيه؟ واش والاساسي في هذا الشيء كله هو ان مدينه مكناس عندها كل المقومات اللي باش تكون في المدن الاوائل في المغرب واللي تصدر يعني المدن المتقدمه والمتحضره والزاهره، ومع ذلك كنلقاوها لا زالت يعني تكابر و من الناس واش المكانسه؟ واش هي؟ واش ديك الدعوه ديال سيدي قدور العالمي ديال الدار؟ والله الا بصح انا كنسول راه اللي دعا فيها مات ياك اللي دعا فيها مات دعا فينا كان اللي دعا فيها مات قال لك مشى الدار يفهمكم يا الكرايم اللي كاين يعني كنتسناو حنا دائما اون اتوندون كودو في هذه المدينه ما كناخذوش الانيسياتيف هاد كودو غيجي لمكناس حنا كننتظروا لانه المسرحيات كتبت على مكناس والله الا بصح لانه بالنسبه لي انايا كنا كناخذوا لي زينيسياتيف كره مكناس تطورات دائما كنتسناو الاخر اللي غيدير كنتسناو السياسيين هما اللي غيديروا كنتسناو الاخرين هما اللي غيديروا بل بالعكس حتى حنا ممكن ناخذوا الانيسياتيف انت كنعطي ليكزومبل بحال دابا هي تظاهرات ثقافيه في البلاد كتعطي واحد الاشعاع وكتقدر تنهض وكل واحد من جانبه كل واحد شويه دابا انا شخص واحد مثلا درت واحد العمل فني اللي هو المهرجان ديال الدراما التلفزيونيه وعطى اشعاع وبدا تيجيب الناس وتعرف وكبرنا وتبرنا الى حدود وصلنا الان حنا باستعداد للدوره العاشره الاحتفال ب 10 سنين 10 سنوات السيد المختار وبالتالي فكان كل واحد تياخذ الانيسياتيف من جانبه نعطيك ليكزومبل اصيله وانت خبير في اصيله وعشنا اصيله في الطفوله انا وياك يعني عرفنا كي كانت وعرفنا كي ولات عشنا التحول ديالها من خلال تظاهره ثقافيه ديال الموسم ديال الموسم اصيله الثقافي اللي عطى للمدينه واحد الاشعاع يعني على الصعيد الوطني والعالمي ماشي العربي العالمي السي بن عيسى بيان سور السي مليحي الله يرحمه والسي مليحي الله يرحمه الفنان المقتدر اللي في الحقيقه قاموا بواحد المجهود كبير اللي باش حولوا المدينه من مدينه بسيطه قريه صغيره اللي كانوا تيجيو الناس يخيموا فيها في هذا الى مدينه ثقافيه مدينه ثقافه بامتياز وكنقول بانه العمل الثقافي راه عنده دور كبير في النهوض بالمدينه ولو اننا كنرجعوا لمدينه مكناس اللي دائما عندنا عليها الحسره كنبغيوها تكون حسن هي راه جميله في الحقيقه حنا في واحد الفضاء اللي جميل جدا والان كاينه واحد المبادره ملكيه ديال تتمين مدينه مكناس ديال تتمين يعني وترميم وكذا وهذا والنهوض بهذه المواقع التاريخيه اللي كيخص هو ان الساكنه مدينه مكناس بجميع شرائحها يعني لا المثقفين ولا السياسيين ولا الناس ديال الفلوس يعني الناس الاقتصاد الدوماليين إلا أنهم يواكبوا هذه المبادرة لأن سيدنا بوحدو راه تياخذ مبادرة ولكن راه إلا ما كناش حنا موراه وواكبنا المبادرة ديالو هادشي راه غيكون عاوتاني فاشل طيب في إطار هادشي ديال البرنامج ديال هنيونا أنا بغيت نقول لك لمن كتقول هنيونا في المجال الشغل ديالك ولكن بغيت نقول لك واحد هنيونا أخرى لمن كتقول هنيونا في هذا المجال ديال هاد التظاهره اللي انت انا كنعرف بانك كنتي واحد من الناس ماشي واحد من الناس انت كنتي لو بيلي ديالها انت اللي فكرتي فيها حلمتي بها وجعلتيها واقع متحقق لمن كتقول علاش باش دات داك الشده اللي خصها تشد وبصح لانه كاين ناس اللي ما كيديروش وما يخليوش اللي يدير ما كيرحموش ما كيخليوش حتى ربي تنزل وانا كنقول بان هاد التظاهره هي فلتهيه هي زهقات ليهم كيف ما تيقول لي واحد الصديق ديالي عزيز عليا اللي هو عبد الصمد مفتاح الخير واللي هو واكب معايا من الدوره الاولى هاد التظاهره كعضو في الجمعيه يعني وكيكون في التنظيم وكذا قال لي شتي نتايا راك غير زهقتي ليهم راك كنعرفوا هاد التظاهره وكنعرفوا هاد التظاهره غتاخذ هاد لومبلور والله لا خليها غتاخذ هاد الاشعاع كون راه قتلوك شحال هادي جيستومون هاد هنيونا هاد اللي قتلوك
والله لا خلاوك هذ اللي حاضيين في ماشي فلتات نجاح طرات في هذه البلاد السعيده كيترصدوا لها طبيعه الحال. شكون هما هاد ما بغيتش نقول شي كلمه ماشي هي لا تعليق دابا اللي كاين حنا ما يمكنناش نعطيو اسماء محدده ولكن فوالا اللي كنقول هو كاين ناس كيسترزقوا في هذا المجال ولما كتجي شي حاجه بصح حقيقيه كتضايقهم فكنقول لهم هنيونا من الصداع ديالكم لان دوك المسترزقين من التظاهرات الثقافيه والمسترزقين من المهرجانات والمسترزقين من العمل الثقافي والفني اللي كياكلوا عرق عباد الله مثلا حتى في اعمال اخرى مسرحيه واعمال فنيه كبرى وهذا كنقول لهم هنيونا راه الناس راه كاين اللي كيشتغل وكاين اللي كيشتغل بجديه وما كتعطاش فرصه. كذلك كنقول هنيونا لبعض المسؤولين اللي بطبيعة الحال كيكون عندهم إما تخوف من التظاهرات الثقافية وإما كيكون عنده طموح أنه يركب على ديك التظاهرات الثقافية لأهداف سياسية وما كيتفتحلوش الباب لأننا حنايا الطموح ديالنا ولا لوبجيكتيف ديالنا ولا الهدف ديالنا هو ثقافي محض. واش الثقافة بقى كتخلع في المغرب؟ بطبيعة الحال كيخافوا من والدليل هو أن خضم الأزمة اللي كنعيشوها ديال كورونا أنا كيبان ليا من دوري البسيط جدا بحال لا كان عندهم سياسيين بالخصوص انا اقول سياسيين واللي كياخذوا القرار عندهم شي حساب قديم مع الثقافه وفي هذه الكورونا هذه تيريغلوه تيصفيوه سونترين مازال مازال تيصفيوه مازال كيصفيوه لان حنا مازال كنعانيو ومازال كنعيشوا ومازال اصاحبي تصور انت معايا الازمه دابا الحقيقيه هو ان الفراقي خداو الدعم ديال المسرح مثلا غير يلعبوا غادي يلعبوا بدون جمهور بحال دابا غدا عندنا حنا مسرحيه غادي تجي وغادي يلعبوا بدون جمهور في مدينه مكه وعاود غيمشيو مثلا لتازا وغادي يلعبوا بدون جمهور نفس العرض سي ابسورد يعني واش بصح بصح سي فري زعما كنضحكوش دابا لا ما كنضحكوش هادي سي فري هذا برنامج عندي انا ماشي جوك ماشي نكته ما تاعش بطبيعه الحال انا كمسؤول هنايا على 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 البرمجه الثقافيه في مدينه مكناس في المديريه الاقليميه للثقافه هذه كاسكات اخرى يعني لانه هذا العمل اللي كنقوموا به ملي تخرجنا من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كاين برنامج انا راه ما بغاش يدخل لي فراسي كيفاش هاد الناس غادي يجيو وداكشي اللي يلعبوا وحدهم وداكشي وغادي يمشيو عاوتاني بغا يمشيو عاوتاني مدينه اخرى وغادي يلعبوا عاوتاني بدون جمهور وغادي يمشيو عاوتاني غادي يلعبوا بدون جمهور هي باش يجيبوا لي زاتيستاسيون باش يقدروا يجوستيفيو العمل فكره مزيانه ما كاين مشكل عاونوا دوك الناس يجيبوا لكم سيدي وصافي والفرقه راه كاينه راه الاشاره لما تحيد الجائحه يستافد الجمهور من هاد العروض سي غراف مثلا زعما مساله سهله انا كيبان لي المساله شويه سي غراف اسم شويه انت كتبان لك شويه انت كتهضر بالتحفظ انا كنهضر بلا تحفظ لا والو سي غراف بغيت نسولك واحد السؤال في اطار هنيونا الكورونيه اللي حنا عايشينها دابا المشهد الثقافي سيرتو الناس اللي خدامين فيه واش ممكن يرجع لمكانه عليه واش مستحيل واش غنخليوه اللي جايين مورانا وما يتولاوه ولا ما والله ما عرفت ما عرفت حتى كندير نفورمي السؤال حقيقه هذا الموضوع الان صبح الهاجس ديال كاع الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال الثقافي والفني بصفه عامه وخصوصا الفني باقي المثقف كيقدر ينزاوي ويكتب شي اشياء ويهضر على بوحده ولكن الفن هو مرتبط بالاخر مرتبط بالجمهور مرتبط بطبيعه الحال بالتفاعل ديال الاخر مع ما تبدع وبالتالي يعني هذه الضربه اللي جات هي ضربه الكاو يعني واش يقدر بنادم يعاود ينهض منها ولا لا ولا ما يقدرش يعاود في نظرك غنقدروا نوضوا منها ولا لا صعيب مشهدنا الثقافي صعيب بزاف هي لا فولونتي ديال الناس المشتغلين والعاملين في القطاع كلهم حماس وانهم كيتسناو الفرصه باش يعاودوا ينوضوا وانت شتي الحماس اللي وقع للفرق واخا قال لهم غتعرضوا بلا جمهور كيتصوروا احنا غادي المدينه الفلانيه احنا غادي نعرضوا في المدينه الفلانيه احنا امام باب المسرح الفلاني ومو غنشموا ريحه الخشابه البسودو تياتر يعني يعني كاين واحد الحماس ولكن اللي كنفكر فيه يعني واش الدوله واش المسؤولين واش هي اون فولونتي بوليتيك باش نهضوا بهذا الشيء لان بوحدي نبقى نغوت التنعيه الا ما سمعنيش وكان ردات الفعل وكان يعني اون فولونتي بوليتيك صحيحه اراده سياسيه حقيقيه للنهوض بهذا المجال راه غادي نقدروا
ما غاديش نقدروا زعما نوضوا الا ما كانتش اراده سياسيه حقيقيه. دابا الميراج ديال الفيلم التلفزيوني انا جو بونس بان شحال من الناس ما سمعوش على مكناس وقيل من ايامات الميراج رواد الخشبه. بصح مع احترامي بصح كاع التطورات اللي وقعت هنا، ولكن اعتقد الصدى اللي كان ديال الفيلم التلفزيوني في لا المغرب ولا عربيا كان كبير. واش المهرجان يقدر عاوتاني ينهض ابري ولا خصو فران ولا خصو ما هي وما لونوها؟ لا ان شاء الله ان شاء الله، يعني حنايا كلنا طموح. خلينا داكشي ديال لغه الخشب ان شاء الله. ان شاء الله طموح. حنا كنتمناو انه يولي هو اكثر من كار. لا علاش غنكون انا نهضر معك بكل صراحه بكل صراحه. كاين ناس اللي متعاطفين مع هذا المهرجان وبزاف داكوغ، وكنقول على راسهم مثلا الاحداث المغربيه اللي كانت تواكبنا من اول دوره، وهي اللي كتبت مجموعه ديال المقالات، واول مقال تكتب على الاعلان على الدوره العاشره كان من طرف الاحداث المغربيه. مشكور رياضياتكم. لا هذه مؤسسه، هذه مؤسسه هذه مؤسسه تشويه الشوفينيه ما فيهاش. هذه مؤسسه وانا افتخر بها، انا افتخر ان تدعمنا وتوكلنا. سير الله سير الله. وكاين كذلك الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون اللي متشبته بالمشروع، والدليل على ذلك ان مؤخرا تلقيت يعني مكالمه هاتفيه من مسؤول كبير في التلفزيون تيقول لي احنا معاكم، احنا نعطيكم الافلام، عندنا انتاجات جيده هذا العام هذا اللي تدخل المباراه وكذا، هذا مشجع. عندنا كذلك شريك اخر اللي هو من خارج المغرب اللي هي ابو ظبي للاعلام، اللي حتى هي عبرات على انها كاينه معنا وتساعد المهرجان انه يوقف على رجليه من جديد. فتنقول بان كاين جهات اخرى بالاضافه الى الشركاء الاساسيين اللي كنتمنوا انهم يبقاو في كلمتهم ويواكبونا وكذا، يعقلوا علينا لان يقدروا ينساونا في هاد العامين. فهمتي راه كاين الجهه مثلا جهه فاس مكناس، كاين الجماعه الحضاريه، فهمتيني هادو ناس، كاين وزاره الثقافه والشباب مشكوره هاد السنه هذه اللي حتى هما شجعونا وقال لك حنا مستعدين نديروا معاك لا كونفونسيون وكذا وكذا وكذا، وهذه اشياء تحفزنا اننا نستمروا. هذه اشياء كونكري باش نقول لك راه ماشي غير لغه الخشب، راه كاين اشياء اللي محفزه ملموسه لان فاش تحس بان الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون كاينه معاك، فصديق ان لا ماتيغ بروميير كاينه، ولا ماتيغ بروميير هي اللي كنراهنوا عليها حنايا في تقييم الاعمال التلفزيونيه، في اعطاء الجوائز وكذا، ومن خلالها كتقول واش كاين شي تطور الدراما في البلاد ولا ما كاينش، واش المهرجان قام بالدور ديالو اللي خصو يقوم به ولا ما كيقومش بالدور ديالو. حنا ما كنديروش مهرجان باش نديروا مهرجان، هو مهرجان للمهنيين، هو مهرجان بروفيسيونيل، ولكن عنده رساله ديالو. عنده رساله لانه علاش كيتلاقاو تما، كنديروا ديزاتوليي ديال ليكريتور، يعني اول مره احنا كنهتموا بالسيناريو لان لقينا كاين خلل كبير من خلال التجارب اللي فاتت وداك الشيء ديال الكتابه. دونك الكتابه حنا اوميس الكتابه، واظن اخر مقال تكتب البارح كتبته الاخت ماجده بن كيران الا طلعتي عليه على 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 الدراما التلفزيونيه، حطات الاسبوع ديالها كذلك على مشكل ديال الكتابه. شكون قادر يكتب السيناريو في هذه البلاد؟ شكون اللي قادر يصور لنا الواقع او يجيب شخصيات تواكب ما يقع في البلاد بدون يعني شنو كاين في البلاد؟ انا طرحت لك هذا السؤال لانه انا واحد من الناس اللي تبعوا هذا الشيء اللي طالع في مكناس دوبي كستون، كنعقل على الرائد عبد الحق الزروري واحد النهار في سينما الريجون كيهضر على مكناس كيقول لك هذه افينيون المغرب. طبيعه الحال بين قوسين سينما الريجون ترسات وتهدمات وتحطمات تحيدات ولات بلاصه عماره. ما بغيتش نقول لك انا حزين من اجل ما قاله عبد الواحد الزروري واحد النهار، لان فعلا المشهد كاريكاتوري. المدينه اللي كان كيعتقد بانها افينيون المغرب في ذاك القاعه اللي كانت قاعه خطيره ولات فيها عماره. مكناس كاين فيها مشكل، انتم بزاف الناس كتقدموا الوجه الثقافي والاعلامي والجيد الجميل ديال مكناس، من مدينه مستاغنيه واقفه. اظن هذا مشكل يعني تفجر في اخر دوره ديال المجلس البلدي اللي تبعناها كاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيهضروا على المسرح الكبير بمكناس اللي الان مده ديال 12 عام حنا كنغوتوا باش يكون مسرح كبير. كاين المقطع، كاين واحد المعلمه جميله جدا في الرباط تبنات، واحد المسرح من اروع المخاطر، وكاين واحد المسرح حتى هو كبير في الدار البيضاء تبنى من اروع مخاطر. رائع. كمل نعم. وبطبيعه الحال كاين حتى في وجده مسرح جميل، مسرح محمد السادس كذلك جميل، وهذه كلها معالم فنيه اللي افينيون بقى على باب الله المغرب. لا تراجعات الى ريكولي، ما زدناش حنا ريكولينا. كتقول سينما ريجون بسات اللي كانت تكون اجمل مسرح في المدينه،
اضف الى ذلك ان مهرجان الوطني للمسرح اللي نشا هنا وتربى هنا تحياد ولا كي طار مشى لتطوان مثلا. يعني مدينه ما عندهاش حراسها، ما عندهاش رجالاتها، ما عندهاش ناس يغيرون عليها. ما كاينش الناس كيضربوا على هذه المدينه هذه. هذا اللي ما فهمتش علاش الناس. كان صاح الدار هالداره ولكن ما كيهديروش. كنهضروا بزاف وما كنديروش. هذا هو الخطير في الامر، اننا كنجلسوا في القهاوي وكنتداولوا المواضيع وكنتذكروا فيهم داك الشيء، ولكن فعليا ما حتى شي حاجه. قلت كنتمنى ان الناس ياخذوا البادره، ما يتسناوش الاخر يدير، كل واحد من جهته وكل واحد من موقعه انه ياخذ هكا بدينا بان فاش يكون كل واحد من موقعه ياخذ البادره. دير خدمتك انت وصافي. بوغ افون اه انا ماشي سوقي ولا اخر، انا جو في سكو جو دوا فيغ ونديرو زوين ونديرو مزيان ونتقاتل عليه ونتقاتل. يعني جو بو ميم الي تخي تخي لوان في سكو جو في باش هذا. وانت عشتي معايا من اللحظات محمود ما حسيتيش بواحد شويه ديال العياء؟ وانا مالك وقت شنو ندير اخر راك وراه عطي هذا المهرجان بزاف خصوصا لما وصلنا للدوره الخامسه وجاو الاخوان ديالنا من الامارات من ابو ظبي ميديا اللي جاو في الدوره الرابعه كان عندهم كنا كرمناهم في الدوره الخامسه رجعوا تيقول لك حنايا هذا المهرجان بغينا ناخذوه نديوه عندنا يكون بينا ليه. بقاو ديروا عام هنا في مكناس وعام ديروه في ابو ظبي. اقسم لك يمين الا طرحت هاد الفكره هذه وانا رفضت. قلت لهم لا ما يمكنش سميتو مهرجان مكناس، انا راه سميتو مكناس باش يبقى مرتبط بمكناس. انا كنتقاتل على مكناس واخا يمكن حنا غنموتوا ويجيو ناس اخرين غيلقاو شي حاجه سميتها مرتبطه بمكناس، لان كنا بغينا نبيعو ونشريو ما غنسميهاش مهرجان مكناس. كون انت تسمي المهرجان الدولي العالمي ديال شي حاجه لا الانثروبولوجي صافي هو مهرجان بسيط جدا، مهرجان مكناس للدراما التلفزيه. يعني وتيقول لك لا هذا راه دولي راه كتجيب تسعود ديال الدول تتحضر علاش ما تسميهش دولي. قلت انا لا اؤمن بالاسماء لان كنمشي لاكبر المهرجانات سميت مهرجان لا غوشيل فيستيفال لا غوشيل وكنلقى فيه انايا 12 15 دوله مشاركه تيسميوه فيستيفال لا غوشيل فيستيفال دو لا فيكسيون تي في دو لا غوشيل ولا فيستيفال لا غوشيل دو لا فيكسيون تي في. دونك انا بني فاش مشيت لقيت هذاك الشيء لقيت عندي الحق انني كنسمي المهرجان ديالي ب ب ب ب ما يستحقوه. وبالتالي فاش كتوصل شي وقيته اللي كنعيا وكان هذا كنعاود نقولوا سي بوغ مكناس، تترجع تشوف شنو حققتي وكترجع تشوف لي رياكسيون ديال الناس اللي جاوا للمهرجان وكذا وشنو صوبنا وكذا وكذا وكتجيك الحنين وكتجيك النوستالجي. واش كتعرف بان لافاي حنا غنديروا المهرجان الدوره التاسعه وتيحبسونا؟ راه هذيك واحد راه كانت البدايه ديال كورونا. اه يعني حنا عندنا الافتتاح ديال الدوره التاسعه يوم 6 يوم 5 مع 4 العشيه تيعيطوا العمل تيقول لك اجي حباس المرقه اجي الله يخليكم. راه اجتماع مع السيد العامل ومع الطاقم الامني وداك الشيء داكشي خطير ويلي شنو واقع حس الطريق الاخر الوغ جميع الضيوف وصل احمد عبد العزيز من مصر هو والزوجه ديالو، وصلوا الاماراتيين من ابو ظبي، وصل اياد الخزوز اللي كان رئيس لجنه التحكيم، وصلت ستيفاني صاليبا ممثله رائعه من لبنان. يعني الفرنسيين كان عندنا اول ريزيدونس ديكريتور اقامه ديال الكتابه ديال السيناريو كانت غادي تكون ما بين فرنسيين ومغاربه. واذا بنا نفاجئ ديك لو كنت الناس راهم كاينين في الاوتيل تيقول لك لا راه ما يمكنلكش دير الافتتاح غدا وراه مع العلم اننا خسرنا الفلوس وما خلصوناش. بحال دابا الجهه ما عطاتناش داكشي اللي كنا متفقين معاها عليه، فهمتي؟ الجماعه ما عطاتناش داكشي اللي كنا اللي عندنا كونفونسيون معاهم تيقول لك ما دارش المهرجان وقف وقف ولكن حنايا اللي مهم ماشي هو المهرجان سي لا بريباراسيون. ما كيفهموش الناس بان كون تو بريبار بوندون 6 موا 7 موا وانت كتمشي كتقلب على الناس كدير دي رونديفو كتسافر كتمشي للمهرجانات كتوجد المطبوعات. راه المطبوعات كيوصل 100000 درهم بعض المرات باش كدير لي زافيش لي 4 سور 3 ولي بوندرول ولا بوبليسيتي في التلفزيون ولي سبوت وكل داك الشيء لي تروفي لي كارتابل سي توت. دابا كاين شي امل ديال انطلاقه جديده في هذا الشيء ديال المهرجان ولا؟ انا بالنسبه لي كنوجد نقولوا هذه الاجيال الجديده ديال مكناس اميكو. انا بالنسبه لي كنوجد الدوره العاشره بكل تحدي باذن الله، كنوجدوا الدوره العاشره اللي غادي تكون ما بين 28 ماي و1 يونيو وغيتم فيها
حنايا هاد ماي هذا هاد ماي هذا هاد ماي 2021 باش يكون الدوره العاشره ان شاء الله ونحتفيوا بالناس اللي كان مقرر اننا نحتفيوا بهم السي محمد الجم والحاجه الملكه العماري يكونوا في التكريم ونقدموا لجان التحكيم ونقيموا الاعمال اللي كاينه هاد السنه هذه واللي مجموعه منها قال لي السيد المسؤول بانها غادي تدوز في رمضان دونك غادي يكون انتاجات جيده ان شاء الله نتمنى انها تبين على شي تطور في الدراما المغربيه وحنا اونيلا. بغيت نختم معك محمود قربنا ختموا عصام ياك عصام داك اللي يقول لي يا شديتو هاد سيري سواني وخذ كان لان الحديث شيق الحقيقه لان سيري سواني راه خوه ومسدود في الاصلاحات. بغيت نختم معك واحد السؤال عنده علاقه بشي الكتابه وتا هو النيونه التلفزيونيه كتفرج التلفزه شويه ضروري وكتشوف هادشي ديال الدراما ديالتي كنشوف واش كتشوف كنشوف 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 واش المشكل واقف في الكتابه انا نعاون كنعاون لا لان الكتابه انا هضرت عليها من غير الكتابه قلت لك حنا لقينا بانه كاينه كتابه وكاين واحد المشكل اخر كنا طرحناه في الندوه ديال الدوره الثانيه ديال المهرجان اللي هي شنو هو دور الانتاج في الرقي بالدراما المغربيه وديك الساعه كانوا في الدوره الثالثه راه كان تطرحوا دفاتر تحملات وكذا وكان تخرمزات كاع القضيه مع السير خلفي لما كان وزير. في الدوره الثانيه كنا طرحنا هذا العنوان ديال الندوه شنو هو دور الانتاج شنو لا برودكسيون لان حنا كنقولوا باننا اون با دو برودكتور ما عندناش منتجين لحد الان في المغرب عندنا اصحاب الشكاره دايرين ما بغاو وهذا الشيء هو ما يؤثر سلبا ولكن واحد الملاحظه اسمح لي واحد الملاحظه فكرتيني بها مجموعه من الناس خريجي ديال لي زاداك اييه صديقات واصدقاء ديالك ولاو كيكتبوا اييه زعما دوردينير حليتوا المشكل مازال ما شفناش الاعمال ديالهم كي دايره لا دازوا اعمال ديال الناس معاكم في لي زاداك كتبوا داك الشيء دابا حنا كنتسناو بعض الاشراقات اللي كنتسناوها تكون يعني دابا الاشراقات بقى تسناوها بزاف مشرقه هذا رمضان كاين شي مسلسلات كاين شي اشياء اللي غادي تدوز كنتمناو ان صافي عرفتي من السؤال واخا ما تفرجتيش ما عندكمش التلفازه استاذ في الكلاس ما عندكمش التلفازه ما تو زاب لانه داك الشيء ما تيقبطكش تو زاب لاوتر شوز انت راك عارف هذا الشيء دابا لما ما كتشدكش لواحد الحاجه كتقول ما نتخاصمش مع داك الشيء اللي كتبها ولا اللي دايرها نبقاو زوينين لان كتعرف فوق بالتالي تو زاب سي ميوك باش تفقس لا ما بغيت حتى واحد يفقس نهائيا هذا البرنامج ديال اصلا باش يهنينا كل شيء لا حنا راه مفقوسين وكنقولوا هنيونا والله ما تفقش بغيت نسولك سؤال اخير الى خلاني عاوتاني عصام غيدير المونتاج وما تقيسش استاذ هادشي واحد الهنيونا رياضيه في مكناس كنا كنعرفوا واحد الفرقه كاينه كوديم كوديم دابا طبعا الكوديم صافي لا طلع لا ما فين بحال المسرح وبحال الرياضه لا الرياضه سي اونكور والله الا عندي سؤال انا كيبان لي الرياضه سي اونكور بيير زعما سول سي اونكور عندي هذا السؤال ديال ما يمكنش واحد المدينه كانت هي لابوجي دو لا شوز هي في القمه فجأة بحال ما كان والو لان حشومه انه ما تكونش عندنا فرقه في الدوري الاول ديال 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 المغرب خصوصا ان المدينه مدينه عريقه وعطات لعابه اللي لعبوا في المنتخب الوطني وكان لهم يعني باع طويل واحد الوقيته جاو ايزون ستاغني لي شوز ودائما شنو الصراعات ما بين المسؤولين وهذا الشيء شفناه في مدينه مكناس في الرياضه في الرياضه لان السياسيين داخل الرياضه هما اللي كيسيروا الرياضه وهاد الازدواجيه في لي كاسكيت اللي تيديروا تتخلق مشكل لانك انتيا كتحافظ على واحد الامتيازات السياسيه ديالك من خلال التضحيه بواحد واحد الميدان كتحيي ميدان مهم جدا واللي عنده شعبيه كبيره وعنده جمهور كبير وكذا وكتشوف انت الناس مساكن فاش زعما انا شفت واحد الصوره جميله جدا بقات لي في الدماغ جاوا المحبين ديال الكوديم كاملين وطلعوا لواحد الصور قدام العماله الا عرفتي هذاك الصور اللي لاصق على الكنيسه ديال مدينه مكناس ولبسوا كلهم لو روج ولو نوار وتيسولوا في الفرقه ديالنا تيعيطوا في الفرقه ديالنا يعني الجمهور ها هو والفرقه فينا هي يعني اوني لا كاين جمهور ولكن سي دوماج يعني هنينا سير مختار الله يجازيك بخير من اجمل العبارات اللي ممكن نختموا بها البرنامج محمود بن الحسن شكرا لك بزاف على استعاده الصدر ديالك شكرا لك سير مختار وتوفيق ان شاء الله حفظك الله.